في الايد المصريه هي اللي تفيد والبركه من صدق النيه تطرح وتزيد الايد في الايد المصريه هي اللي تفيد والبركه من صدق النيه تطرح وتزيد والمراجع ثواني بس الاول روجينا خلف اللغات الرسميه المتميزه بصحاري اتفضل. السلم بينزل السلوك الجيد او بيطلع السلوك الجيد على حسب، والتعبان بينزل السلوك السيء، فانت مثلا لو راح على السلوك السيء فبينزل السلوك الجيد بيطلع، يعني نشر السلوكيات الايجابيه وده من خلال العاب الاولاد المختلفه بحيث ان هم يقبلوا على معرفه ونشر الوعي السلوكيات. وفي وصف الثلاثه اوسيجا كل واحد بيكون عنده ثلاث سلوكيات ايجابيه او سلبيه وبيوصلهم ايجابيه او سلبيه عمودي او افقي. وفي برضه الخط العربي بنستفيد منه ان احنا بنكتب عن ترشيد استهلاك المياه زي هيدي تعلم العربيه باللغه العربيه في الخط العربي في احاديث وابيات شعريه زي ده. وفي وفي برضه احنا بنتكلم عن النظافه الصحيه وفي بعض الحاجات الصحيه زي البروم والسبونج والفيدر داستر دي كلها متعلقة بالنظافة الصحية. في هنا دي حاجة متعلقة بالساينس. في جوه هنا في جسمين الأحجام مختلفة بس خاطر الدايمنشنز بتاعت الغرفة مختلفة فهيبان مختلف، الأحجام هتبان مختلفة، يعني هنا هيبان أصغر من هنا. الحجمين ثابتين بس الأبعاد مختلفة مع الضوء، يعني لو بصينا هنلاقي نفس الجسم على اليمين صغير وهو على الشمال كبير نتيجة اختلاف أبعاد المجسم. في رسومات مازن رسمها فهو يحكم. يا ريت يا مازن اشرح رسوماتك بصوت عالي. زي ما حضراتكم شايفين كده أربع رسومات عاملين بيتكلم على أربع مناطق بالفحم، رسومات بالفحم. رسومة بالفحم الأربع مناطق زي القاهرة، بلاد النوبة، أسوان، بلاد النوبة. ثاني إعدادي من صغره عنده مهارة الرسم بالفحم، فلما قلنا له عايزين نعبر عن المياه النظيفة جاب لنا البيئات المصرية، النيل في البيئات المصرية المختلفة في الأشكال اللي حضرتك شايفها في القاهرة وفي بلاد النوبة وفي أسوان على الكورنيش وبلاد الريف النيل فيها شكل ازاي، كل ده مرسوم من خلال الفحم. شكرا. كل ولادنا بجهدنا يا ناس هيكون أجمل والخير حيكون.